باش نوضح لكم مزيان، دابا هاد فانتيلاتور او المريوحه هادي كنديرها بعيد من الشرجم. هانتوما شوف، بعيده من الشرجم ماشي، باش تخلي الزجاج ديال الشرجم الكوليس كيتسد. الا بغيتي عاوتاني تسدو تسدو، ولكن اللي بغيتي تفهم واحد القضيه، هانتوما دابا كنسدو بحال هاك. هانتوما كتبقى الفتحه ها هي محلوله، هادي كلها محلوله، هاي تقريبا واحد 55 ولا 60 سنتيم هاي. وفي هادي هاي شوف، هادي كنحلها، كنحل هاد الفرده الاولى اللي بغيت ندير فيها نقص من هاد الدجاجه بوحدها، كنفكها كلها. حتى كنفكها كنقص من داكشي اللي غادي نقص، كنعاود نرد الطرف الاخر، والطرف الاخر كنحتفظ به في حالات وقت البرد، كنردو عاود ثاني، كنحتفظ به ديما. هادي في وقت البرد كنسدها، حيت ما بقى عندي ما ندير بها. دابا هي كدور غير بالبرد، دابا ما خدامش الضو، دابا غير البرد اللي كيدخل هي كدور. وكنديرها بعيد من الزجاج تقريبا 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 بواحد 5 6 سنتيم، باش كتخلي ليا كوليس خدامه. انت هانت ها شتي ها هانت، الا بغيت نحل الفرده كلها هي تحلات شتي. هاي دابا ما يمكنش واحد القضيه ما تخدموهاش وفرده محلوله، خاص تسدو الفرده تتبقى غير هذيك البلاصه اللي مفتوحه، باش كتكون ما كتكون نتيجة من اللي كتخدمو، كتكون نتيجة. اي واحد عنده شرجم هكذا في كوزينة راه يمكن يديرها بلا ما يتقبل حيط، احسن حاجة. يلا تبارك الله عليكم، بارطاجيو هذا الفيديو الا كان ممكن. هانتوما دابا سمعتو اللقطة الاولى، بحيت وضحت فيها كلشي، وغادي تشوفوا دابا النتيجة. شوف شوف الدخاخن خارجه بسهوله، شوف حيت هي ملي كتخدم كتمص حتى داك الهواء اللي في الدار، الا كانت الغموله ولا كانت اي حاجه كتمص كلشي، وحتى الدار كتبرد شويه، لان حتى الا درتو هذا اللي عنده محسن من هذه، يعني بواحد الجهد بواحد الفيتاس، راه يمكن يديرها كتبرد حتى الدار. انا احسن ما ندير هادوك الواقفين قدام وجهنا، هادوك راه كيسبوا لينا غير في الامراض. شوفوا النتيجه هانتوما، يعني كتشوفوا بعينكم، ما كاين حتى شي حاجه ديال الكذوب هانتوما، يعني شي حاجه اللي هي باينه. خاصكم غير تعرفوا كيفاش تركبوا هذيك بعيده شويه من الجاج، باش تخلي الكوليس ديالكم كيتسد براحه. الا بغيت تسدوه سدوه، الا بغيت تحلوه حلوه. غير ديما كنذكر لكم ما تنساوش، ملي تبغي تستعملوا الغرض ديال الدخاخنه ولا باش تبرد لكم الدار، خاص الكوليس يتسد، باش تبقى غير هي مفتوحه على هذيك ديك ديك داك شويه اللي في الزجاج. ما تخدموهاش والكوليس كله محلول، بحيت علاش داك الشيء اللي كيدخل كيعاود يخرج، كيدخل وكيخرج، سعود سدوه. هانتوما شوف شحال ديال الدخاخن كله كيمشي في حاله.